يا جماعة والله العظيم بيبقى انت لسه لك عين تتكلم يا خبير الزرطلايت. انت منك لله يا شيخ خلصت علينا، مش احنا بس، انت خلصت على كل المخلوقات بتاعت ربنا اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. خسارة يا خسارة اهل المزاريطة الغلابة اللي لسه بيروحوا الصيدليات يجيبوا ادوية فاكرين نفسهم هيخفوا ويعيشوا. لا اله الا الله. يعني يا ربي بدل ما كنا طلعنا الرحلة المهببة دي مش كده الواحد يقعد في بيته؟ أجله هيموت وسط أهله وفي بط أمه. إيه القرف ده يا أجرس؟ إيه بط أمه ده؟ أنت أكرم لك تموت هنا طبعا وأنضف. خلاص يا جدعان، ما خلاص، ده مش وقت نواح، ده وقف اللي إحنا نوقف وقفة رجالة كتفنا في كتف بعض، إيدينا إيد واحدة، ونرفع كلنا إيدينا ونجعل لربنا يخرجنا من البحر دي على خير. بس يا جماعة أنا اللي مقصر في نفسيتي هو كل حتة من قلبي، إن أهل الأرض كلهم وثقوا فينا وإحنا خذلناهم. إحنا أهل مين؟ إحنا مين يا موكوس؟ يا موكوس يا موكوس. الله، سيب ايديك. هو انا كلمتك؟ سيب ايديك. هو انا جيت جنبك؟ سيب ايديك. حسب نيزك؟ سيب ايديك. استني شويه. سيب ايديك. اصير هي انت بتنيل ايه؟ ايه ما تسيب يدها يا دادا انت، وانا مسكت حاجه اصلا. الحقيقه هو ما مسكش ايديها، انا اشهد بكده، هي اللي بتتلكك. باركونا يا جماعه، انا وعم علي بقينا في فريند شوب، او تقدروا تقولوا كده احنا متصاحبين، بس اول ما نرجع ان شاء الله هنعملوا الخطوبه والدخله في ليله واحده. ونكتب الكتاب ونعلي الجواب، بس نرجع يا غزال. ايه ده؟ احنا هنرجع؟ الله، انت صلحت المكوك يا عم سنجاب؟ لا ما صلحتوش، بس محلوله. احنا بس خدنا بريك وجينا نطمن عليكم. لا طمنوا وحطوا ببطنكم بطيخة صيفي. الحمد لله يا جماعة احنا رحنا كلتنا في داية والبركة في البيت. بيقول الراجل ده، بقولك ايه يا عم، سيب ايدي وانا كنت جيت جنبك. امر الدكتور ربيع. هو السيد ممدوح كان صلح جهاز الاتصال؟ اقصد يعني السيد ممدوح الله يرحمه ويبشبش الصخرة اللي فوق نفوخه. اخرسي، ما عندي ستة تفاوض على النيزك. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك صخرة وقعت فوق نفوخه. لا اله الا الله، ده ابن موت. لا ده كان ابن حلال ومسكر. سبحانه، ده انا كنت جاي لأقول له ان الجهاز لقط اشارة، بس الموجة لازم تجري ورا الموجة، عايزة لمؤاخذة طلق. يا غزال البحر الميت انت. بس الراجل لسه ميت. لا لا لا، بس خلاص بقى نعلي الجواب. استأذنك في الجهاز؟ اتفضل يا دكتور ربيع. بلاش قلة أدب سفالة. دوس على الزر من تحت. انتظر. ورجعنا لكم مرة تانية على إذاعة 100.6. عايزين نقول إحنا مش هنفقد الأمل أبدا، حتى لو الاتصال مقطوع ما بيننا وبين الناس اللي فوق النيزك، هنفضل واثقين فيهم، وإحنا عارفين ومتأكدين إن هم قد المهمة اللي بيعملوها وهيقدروا يعملوها. عارفين ليه؟ عشان حاجة واحدة بس، عشان هم مصريين. حبيبتي وكيف
انا مصر حبيبتي بكفة وكل الدنيا بكفة، ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني تقال في حبيبتي وكفة. ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي بكفة وكل الدنيا بكفة. الرسالة قطع من الجهاز، مفيش إشارة. أنا اتزهق، استغفر الله العظيم، من ساعة ما نزلنا على الكوكب ده وتحس ما عمل لنا عمل مش مكتوب لنا غير النكد. هوري سويت، خد بالك باللي حصل؟ ايوه، الرسالة قطع. يا دي يا متخلف، لا انا قصدي لما رميت الطوبة. ايه اللي حصل؟ الارض اتشقت. استغفر الله العظيم، ايه اللي بيكون ده؟ انت اتدنيت ولا ايه؟ يعني ايه شقيت الارض؟ استغفر الله العظيم يا عم، انت هتكفرنا ولا ايه؟ انا قصدي اني تقريبا والله اعلم عرفت ازاي هنفحت الكوكب. ازاي بقى عبقرينه كده اهو؟ صدق احنا اللي غلطانين ان احنا بنتكلم معاك اصلا. يلا يا جماعه نغني احنا بلد عمر الشريف، عادي الكمام ابو دم. يا جماعه يا جماعه بتكلم جد والله. دلوقتي انا لما رميت الطوبه عملت لمؤاخذه خرب، يبقى ده معناه ايه؟ يعني انت قصدك اللي احنا نقوم نلم الطوب كله ونقعد نسكل بيه الارض لغايه ما نوصل للفحته اللي مطلوبه مننا؟ فحته؟ اه يا جماعه صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. بما ان حجاره الكوكب ده بتفوت في ارضيته، يبقى احنا نشيل السلاح بتاع المعاون والمطارب بتاعتنا ونربط مكانها ايه؟ حجر من الكوكب، وبعون الله نفلقه. على راي المثل لا يفل الكوكب الا الكوكب. بغض النظر على كل الهري اللي انت قلته ده، حقيقه انا مش مقتنع. خير دليل على الحاجه العلميه التجربه. اشرف يا جري! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! برافو عليك، طلعت بتفكر، مع اني بصراحه كلنا كنا شاكين في الموضوع ده انك تفكر. طب يلا يا جماعه احنا مستنيين ايه؟ الوقت بيعدي، لازم كلنا نحفر، حتى فرحه لازم تحفر. لا ما عنديش حريم تشتغل. استنى انت يا جميل استريح وانا اشتغل بدال. ماشي بس سيب ايديك. انا لسه ماسكها. سيب ايديك. طب سيادي التانية. سيب ايديك. طب حتى صباح. سيب ايديك. الشيف صباح. اكثر علاقة حب في الكون كلها عيال بيئة، فعلا كانوا في مجرة وطلعوا لبرا اشتغلوا.
دقيقة على ميعاد التفكير. يلا حد يستعجل لنا يا عم سنجابو، البت اللي معاه تلاقيها زنيها في المكوك ولا حاجة. هروح أنا أقومكم. يا بوي يا بوي يا بوي، مش وش يا غزال. يوه يوه يوه، أحب البطارق. ابني بقى عشان أمشي. على عيني على رمشي. أنا زعلانة قوي، أنا جاية هنا بوفيه مش جاية شيك. خلاص اقعدي انت وانا شيء، ده انت الانثى الوحيده اللي على دايسك. ماشي. وادي دي البنبول الاخضر. كاكو كلامي شفتوا، هم دول سبب العقوسات اللي بتحصل لنا من ساعه ما جينا. هي تيتنا غرقت من ايه؟ من ايه؟ لما الواد زرع البت في العربايه. على العموم اني رايح اصلح المكوك. ما تجي معاي تونسيني كذي وانا رايح اصلح المكوك. كوك كوك. يلا بيني. بيت ما تروحش مع الواد ده، هتقعد هنا. لا لا، داني عايزها تمسك لي كوبلين، ترفع لي مساعد، تعمل لي كوبايتين شاي، دي الغرض يعني. ولا انت مفكر نفسك في الدويه يا واد؟ احنا عنايسك. يلا بيت هتفضل هنا، امشي يا عم فريق روح المكوك. يلا اخفي. خلاص ماشي. سلام يا غزال. كيف انتاج؟ طب حسبي نفسك. يلا يا جماعة يلا هاتوا القنبلة معايا. إله إله يا الله يا رجالة. انزل يا ولد. ابوي تقيل يا جوك. ابوي تقيل يا جوك. يلا الحمد لله الحمد لله كده خلاص تحتبر المهمة خلص. لا لسه. ليه يا عم؟ احنا دلوقتي فحتنا الفحط وحطينا القنبله جواها، بس لسه ما نعرفوش القنبله دي هتنفجر كيف. ايه كده؟ اهدي. لا يا راجل، اول مصحف وممكن برضك تنفجر كده. دي اوقع. في برضك طريقه تالته. ايه؟ ده لما اكون عاوزين نفجر عشه. لا يا عم، بيبقى فيها طايمه. يا سلام يا سلام يا بني ادم، هنفجرها ازاي في ميعادها القنبله؟ لا مؤاخذه، هي معروف عن طريق الجهاز بتاع التفجير عن بعد اللي مع البروفيسور احي. طب يا عم بدل ما تبكت يا عم وتنمر، ما تفكر معانا في حل يا عم. انا عندي حل. ما نتصل بالناس اللي على كوكب الارض، اكيد عندهم فكره نفجر بيها القنبله دي. ازاي يا ابني؟ ازاي والاتصال مقطوع بيننا وبين غرفه العمليات؟ ايوه صح. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يقطعك الواد ايمن ابن احلام كراوي، هريني رنات من ساعة ما نزلنا على الكوكب. هو انت تليفونك شغال هنا؟ لقط شرطتين من ساعة ما نزلنا هنا، ولقط شرطتين بس. انا اصلي عامله على ايه؟ على الهزاز، علشان لما بيرن ممكن يشتتنا عن المهمة اللي احنا فيها يعني. ما تفكك يا عم من تليفوني دلوقتي، مش موضوعنا دلوقتي يا جماعة، احنا في مصيبة كبيرة دلوقتي. ازاي هنكلم اهل الارض واحنا اساسا معناش جهاز الاتصال عشان باي؟ احي علي الطلاق. لا سرحك يا حسن. فتش نفسك في داهيه. احنا ناخد نعمل مكالمه الاول، بعد كده نقتله. صح. احي يا جماعه، ما حدش يشتم بالاب ولا بالام، انا يتيم وامي ميتين. بعدين انا اسف لكل عالم سهوه ولكل جواد شهوه ولا قهوه باين. اعتقد كبوه.
لا حدوة عشان جودته بقى حدوة. يا ابني كبوة. لا يا عم، لكل سبع كبوة. يا جماعة يا جماعة خلاص، شوفوا الجانب الإيجابي بقى. هو الحمد لله معانا موبايل، نكلم مين على الأرض؟ كلم السيد شيحة. شيحة؟ الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. موبايله مقفول. كلم هنا شيحة. بتفزر يا ابني انت. واه، هي مش بنته؟ مين دي؟ فكر شوية، مفيش حد مع السيد شيحة ده. جوني جنجون. الرقم المطلوب موبايله مقفول برضه. كلمهم على الارضي. ما ينفعش. ليه؟ مش عشان اغلى وكده والله، بس ما افتكرش مع النمر. يا عم اطلب لنا 40 دليل. طلع سعيد امن. انا يا عم اشرف بالراحه وبالراحه يا اخي. تصدق فكره؟ الو، مساء الخير، معاك منى، اي خدمه يا فندم؟ ازيك يا منمون، انت مرتبطة؟ لا ليه؟ دي نمرة كنتاكة ابو الفتى. نعم؟ لا مؤاخذة، معلش اصل انا متوتر. بقول لك ايه؟ عايز اكلم وكالة فاسة بسرعة، احنا على نيزك وسرعته 75,000 ميل في الساعة. يا مستر كبير، احنا لازم نتحرك وبسرعة، لازم نضرب النيزك بالنووي والا الوقت هيفوت والمصيبة هتحصل. بس يا بنتي، محدش هيضرب بالنووي الا الابطال اللي فوق، هم اللي هيعملوها ويعاودوا سالمين ان شاء الله. يا سلام، يعني انت واسع قوي في اخوك حزلقوم ده. اوعى تفكر هترشق راسك. نزل يدك، نزل يدك تحت. برضك محدش عايز يرد. طب والعمل؟ ممكن نكلم برنامج قبل فهيته في الدوبلكس ونبلغ رسالتنا. يا سوسو يهدك، انا هجرب مره تانية. يا جماعه مش كده يا مستر كبير، الوقت بيسرقنا، ما ينفعش نوقف مصير العالم عشان حياه 8 افراد. يا عم ده اخوي، اخوي لو كان اخوك هو اللي فوق ما كنتش قلت الكلام ده. والناس اللي هتموت دي مش ولادك واخواتك وحبايبك وناسك؟ يا كبير، انا عارف كويس قوي انت قد ايه خايف على حزلقوم، وانا زيك بالظبط. ما انا اللي كلمتك عشان تتصرف. العالم كله في خطر يا كبير، والناس دي الوحيده اللي في ايديها الحل، ولو وقفنا قصادهم هتبقى انانيه مننا، وربنا هيحاسبنا على كل انسان منعنا انقاذه. عين العقل يا سيد جوني. يا سيد كبير، انا مقدر حبك وخوفك على اخوك، لكن حط نفسك مكان الناس المعرضة للموت. يمكن دي تكون الفرصة الوحيدة والأخيرة عشان ننقذ حياته. اعمل اللي فيه الصالح. انت هتأفور وترتعش لي ما تخلص. قاعد مستعجل اديلك ساعة. هما في المواقف دي بيعملوا الحاجات ديت. الو، السيد شين معايا؟ لا انا السيد كاف. نقول له مين؟ انا حزلقوم. حزلقوم؟ ايوه. اخلص. حزلقوم؟ انت بتتكلم منين؟ من الموبايل يا عم. الو. ايوه. الو، انت بتتكلم من شطي؟ ايوه حزلقوم. مش سامع. ايه بقول لك ايه، انت بتتكلم منين يا عم؟ قلنا من الموبايل يا عم. طب بقول لك ايه، اقفل انت واحنا هنكلمك بالفيديو كول. اشمعنى؟ ايوه علشان انت كارت يا اخي. حولوا لي مكالمة السيد حزلقوم عن طريق القمر الصناعي على الشاشة. ايوه يا سيد حزلقوم. انا السيد جين، طمني، ايه اخر التطورات عندكم؟ تطورات الان الحمد لله. بعون الله، احنا فحرنا الفحرة وحطينا القنبلة، بس في مشكلة صغيرة ان جهاز التفجير اتفتح. وايه المشكلة؟ كلم السيد ممدوح، هو هيعرف يتصرف ازاي. ما السيد ممدوح هيتفتح له اخر. ايه؟
نزل عليه نيزك فلقوا، ما فاضلش منه حاجة سليمة غير البوت. لا إله إلا الله. المهم خليكم متماسكين. احنا متماسكين والله. الأرض مصيرها في إيديكم، في طريقة واحدة نفجر بيها القنبلة، بس فيها مشكلة. إيه؟ لازم حد فيكم يقعد ويفجرها بنفسه. يقعد على القنبلة؟ يقعد على النيزك ويضحي بحياته ويفجر القنبلة. بس عادي يا عم، عادي، ما كلنا قاعدين على فكرة. دي بطولة منك يا ابني. لا بعيد عنك دي خيبة. وانا ما قلتلكش مش ان الكوب باص وان عيل السنجاب طلع كويتش ملوش في اي حاجة، فالح بس يهجم على البنت فرحة ويسعم عليها. يا جماعة ساكتين ليه؟ ما تزعلوش، احنا كده كده كنا عارفين احنا طالعين، واحتمال نرجع واحتمال لا، مفيش مشكلة لما نموت عشان العالم كله يعيش. راجل يا ولد ابوي، راجل، امسك نفسك يا عزل، قوم وقر للرجال اللي معك تمسك نفسية. انتوا هتموتوا عشان الناس كلها تعيش، انتوا هتموتوا ابطال يا كبير. ايوه يا شرف. امانة عليك يا كبير، خلي بالك من العيال، خلي بالك منهم، دول غلابة ما لهمش حد غيرك. عيالك في عينيا يا شرف. ايه يا كبير؟ والنبي يا كبير سلم لي على امي. بالله مش كان نفسك هدرس يبقى حد يا كبيره وتفتخر بيه قدام الناس؟ هدرس هيضحي بنفسه عشان الناس تعيش وانت تفتخري. هدرس دلوقتي عريس في الدنه. ولا اقول لك استنى استنى يا كبير، قول لها هدرس راح فرنسا يشتغل وهيبعت لك فلوس كتيره قوي. بس انت والنبي يا كبير ابقى ابعت لهم بتاع 20,000 يورو كل شهر. ابقى شوف الموضوع ده، ما تقلقش. بقول لك يا كبير، في حد دمبيك سامع؟ العالم كله هيسمعنا يا ادرس. طب خليكم شاهدين يا جماعه ان الكبير هيدي 20,000 جنيه للناس بتوعي. يورو؟ يورو صح. بس يا جبن صرب. يا كبير يا كبير، كل اهل المشاريطة ما يزعلوش يا كبير، اني سالم هيموت. ما تخافش، ما حدش هيزعل وانت مت عادي. ولي ولي يا كبير، عايزك تروح للواد علي وزه اللي كان عايز يعلقني وتقول له خلاص يشوف نصيبه ويتجوز. فرحه لقت نصيبها ولقت اللي يعلقها، عم علي سنجاب. استاذنك. يا كبير مساء الخير، انا الدكتور ربيع. بص يا كبير، انا مش عاوزك تتعب نفسك ولا تقول لحد اي حاجه، لان انا مش محتاج اقول لحد اي حاجه. انا اعمالي بتتكلم عني وجمايلي على اهل البلد كلهم، وفي يوم انت لو هتنسى نفسك. اوكي، عايز اقول لكم لو اتفرت جسمي فانا كفايه اسمي ولا ايه؟ كمان عايز اقول لك على حاجه، استأذنك يعني لو لابد تبلغ حد، بلغ نانيس مراتي، قول لها تنسي تكوني انت اللي مكاني دلوقتي يا نانيس، انت اللي تموتي وتغوري في داهيه، انا موت وانت تعيش يا بنت الكلاب عشان تورثي العياده وتتجوزي التمرجي. صلي على النبي، صلي على النبي يا نانيس، صلي على النبي سكر يا عم، صرمك هيطلع، ربنا ياخدك انت ونانيس. خلاص طلقها واخلص. لا 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 يا جدعان، الامنيات التافهه دي ما تتفوش بقى بالمهمه. معلش معلش يا جماعه، معلش طولنا عليكم، لا مؤاخذه، احنا نفوتكم بقى بعافيه، يا دوب نلحق نموت. جوني انت بتعيط؟ ما تعيطش يا جوني، ما تعيطش، افرح. لعلمك احنا هنا كلنا فرحانين عشان انتوا هتعيشوا، والله العظيم بجد. انت عارف ايه اكتر حاجه مضايقاني؟ ان انت والكبير هتوحشوني اوي. امانة عليك يا كبير. بص لعيالك،
العترة بجنجون الصغير، ولو خلفت بنت يبقى سجني حزلقوم. ما تخافش، ان شاء الله يطلع اذكى مني ومش هيطلع عينك زي ما كنت بطلع عيني. كلهم كان ليكوا عم بيحبوكوا قوي، ومات عشان خاطركم، عشان خاطر انتوا تعيشوا انتوا واصحابكم. يا جماعة أنا عايز أعترف لكم بحاجة بصراحة كده، الناس دي كلها اللي معايا ذنبها في رقبتي أنا، أنا ما كانش المفروض أطلعهم معايا من الأساس، وإن كان في حد يعني يستاهل إنه يفضل على النيزك ده ويموت فهو أنا، ولو جات لي الفرصة دي إنه واحد بس هو اللي يختار انه يفضل على نيزك وهو اللي يفجره كنت اختاره. لعلمك انا بقول الكلام ده مش عشان انا كده كده ميت، لا انا بقوله بجد من قلبي. لو الزمن عاد نفسه وكان لازم شخص واحد بس هو اللي يموت كنت هاخد انا المسؤوليه دي. نطت على الجاب يا عم. عايز يا عم؟ استنى يا عم، انا بصعبان نفس كاشن دلوقتي. استنى، لو الزمن عاد نفسه يا قطه حضلوه. عايز ايه؟ انا صلحت المكوك. احنا مالنا يا عم؟ لو الزمن عاد ايه صلحت الايه؟ انا صلحت المكوك. كو 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 كو. اتحركوا يا جماعه في اسرع وقت. كوك كوك كوك. طب يلا يلا يا جماعة، يلا عشان نلحق نردح. يلا يا جماعة عشان ننزل الأرض. يا جماعة استنوا. ايه الفرحة؟ نسيتنا حاجة مهمة. مين اللي هيفضل فينا عشان يفجر القنبلة دي؟ عشان في ناس بتستقبل هنا. أظن شرحة نفسها. مين اللي قال أنا أتمنى إن أموت لوحدي؟ حزلقوم. مين اللي كان بيقول انا استعداد اضحي بنفسي والعالم كله يعيش؟ مين اللي كان بيقول ذنبنا كلنا في رقبته؟ يا سلام، يعني اللي هيقعد هنا ويفضل القنبله هيبقى بطل والعالم كله يتكلم عنه؟ يا بختك. الا بطل يا هجرس، ده هيخش التاريخ من اوسع ابوابه واسمه هيتحط على اشهر التماثيل واشهر الميادين واشهر محطات المترو. تخيل كده يا سيد حزلقوم، لو المترو الجديد اللي هيروح لحدائق الأهرام يبقى فيه محطة اسمها محطة حزلقوم. يا سلام يا دكتور، لو يعملوا له محور 26 حزلقوم. ايه ويبقى فيه الطريق الحزلقومي. الله. ويا سلام لو فيه نفق الشهيد حزلقوم. ما هيبقى فيه حزلقوم المحطة وحدائق حزلقوم. ايوه، وادي حزلقوم ومنشيه حزلقوم وحزلقوم فيستيفال. ايوه، وحزلقوم الجديده وعين حزلقوم ولا زهراء الحزلقوم. اه يعني انا خلاص كده هلبسها. انت لبستها خلاص وسبحان الله تقولش متفصله عليك. طب هدرس. نعم. بقول لك ايه، مش عاوز تستنى معايا ونبقى بطلين ويبقى تبقى المحطه اسمها هجرس وحزلقوم؟ ليه يعني؟ دي موضه يا عم حلوه قوي في الارض، الحاجات الناجحه كلها اسمها كتير، زي سمير وعلي، توم اند بصل، اتش او ام، بولمبير اللي هو شد وديب. الله، فكره حلوه جدا، انا موافق. لا ولا فكره حلوه ولا حاجه. بص، لو عاوز حاجه وحاجه خليها حزلقوم وحزلقوم، كيف علي وعلي؟ الله، برضو فكرة حلوة جدا، أنا موافق. لا لا مش حلو، كده هيبقى شكلنا بنقلده أو باين أوي أوي حزلقوم وحزلقوم بنقلد علي وعلي، لا. خلاص، خلي عندك ضمير وردع الحج لأصحابه، خليها حزلقوم وعبد الغفار يانج. إيه يا عم اسمه عبد الخالق يانج؟ عبد الخالق يانج. لا يا عم ده طويل، ده أطول من رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. طب بقول لكم إيه؟ تعالوا نقعد كلنا ونفكر في اسم يكون أحلى. يا دماء انا حاسس بمؤامرة هنا. ازاي؟ عمال بيملى وبيستدردنا علشان نموت كلنا معاه. صح. لا 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 لا، بص طب يا جماعه، طب ما تيجي نشرب شاي وترقص لنا فرحه و شفتوا شاي ايه؟ يا دماء فات 5 دقايق من 10 دقايق. يلا بينا. يا جماعه استنى يا جماعه، وانت اول طب الاول تاخر بره هتشوفوني. سلام.
الوداع. باي باي. أورفوا. سنة أشرف، سنة أشرف. عايز أوصيك يا أشرف على حاجة. قول. اسمع كلمة يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ واه فين اسف؟ اشرف. بص يا عم اشرف، قوم يا سرجون. الامر لله وحده. عايزك تنزل في قلب الحفرة 5 دقايق بالظبط على الساعة. ماشي. عقبال ما انا اروح ايه اخطف مشوار هنا سريع في شهر العقار. ماشي. لو اتأخرت انا عن 5 دقايق على الساعة في قلب القنبلة في زرار احمر مكتوب عليه بوم. مكتوب عليه ايه؟ بوم. بالظبط. انا اعرف لما تدوس عليه انك بتستعجلني. ماشي، بس اوعى تكون بتضحك عليا ويكون في كهرباء بتكهربني. كهرباء؟ ايوه. عيب يا جرع، يا جرع عيب. انا عمري اشتغلتك قبل كده. لا ما حصلش. انت طيب قوي يا اشرف. الله يخليك يا سعد الجوم. هتوحشني يا جرع. ده كل 5 دقايق يا بوي. 5 دقايق انا خلاص مش عايز الاحمر تيجي. ده طلع طيب قوي. جاستن كيس يا اشرف، اركض في سلام يا حبيبي. يلا يا جماعه الحقيقه من الميت. يلا يا اخوانا كل شد الحزام. معلي بصي على الزرار اللي هناك ده. نقول اللي جنب المربع الكبير اللي هناك ده. مين؟ نهين ايه؟ نهين ايه؟ درسلي حصول اللي هناك ده! اهو يا عم اهو ما بالراحة! انت اصلا سنجاب ملكش حاسة! يلا يا اخوانا! اهو بالنبي! من فرحة ويدادني ويداد يا ساشين. روح معه ما تخافش. على ضمانتك. على ضمانتي. شفتك ايه شغل العيلة صغيرة دي. خدوهم. لا لا تعني انا اخو البطلة دي. انا اخو حسن الكوم. ايه اللي تعملوه ده؟